خلي هلالك. بص رمضان يا ولد يا صلاح، بص الدفاع النيجيري يا ولد، استلام وحطها ايه، حطيتها قاتله قاتله قاتله، هدف التعادل تمريره رمضان، استلام محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 23 مع المنتخب الاول، والاستلام رائع. شوف الاستلام وترفع ايدك ليه، لان اوبابونا كان بغطي، وصلاح ياتي بالتعادل في وقت قاتل. التعادل لن يغير رايي، كان من الممكن ان نفوز، لكن هو ليه فرحه